سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها اليوم لمناقشة مدى التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق الرياض وفق الآلية المزمنة. أعلنت وزارة الخارجية استئناف أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن اعتبارا من اليوم بعد نحو 3 أشهر من تعليق عملها هناك. وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبا الحكومية أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، وبهذا تكون الخارجية أول وزارة حكومية تستأنف أعمالها من عدن عقب توقف عمل كافة الوزارات منذ سيطرة الانتقال على المدينة في أغسطس الماضي. في سياق متصل أفاد مصدر حكومي بأن الحكومة الشرعية لن تعود بالكامل إلى العاصمة المؤقتة بسبب الوضع الأمني، وأوضح أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن تسليم المرتبات المتوقفة منذ سيطرة الانتقال على عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية المجاورة. نتوقف عند هذه التصريحات لنناقشها في محورين: ما مدى إمكانية التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق وفق الآلية الزمنية؟ وهل الوضع الأمني يساعد على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد، ومن ثم نبدأ النقاش. يومان على انقضاء مدة عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض، والواقع ألا تحركات ملحوظة بهذا الصدد باستثناء ما أعلنته وزارة الخارجية التي أكدت استئناف أعمالها في العاصمة المؤقتة اعتبارا من اليوم بعد نحو 3 أشهر من تعليق عملها هناك. الخارجية أكدت في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، وبهذا تكون الخارجية أول وزارات الحكومة التي تستأنف عملها في عدن عقب توقف عمل كافة الوزارات منذ أغسطس الماضي على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على المدينة. الرئيس هادي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة بالعمل فورا على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في العاصمة السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لكن مصدرا حكوميا صرح لصحيفة القدس العربي بأنه من المستبعد عودة الحكومة بالكامل خلال هذا الأسبوع بسبب الوضع الأمني، موضحا أنه من المرجح عودة رئيس الوزراء ووزير المالية فقط من أجل العمل على إعادة صرف المرتبات المتوقفة منذ انقلاب الانتقال على الشرعية. أما بقية الوزراء سيقومون بتسيير الأعمال حتى إعلان التشكيل الحكومي الجديد الشهر المقبل بحسب البرنامج الزمني لاتفاق الرياض. إذن نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي معي من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي ياسر اليافعي، وأرحب أيضا بالمحلل السياسي أنيس منصور. أبدأ مع الصحفي ياسر اليافعي. سيد ياسر مساء الخير. أهلا مساء النور. أهلا بك سيد ياسر. إذن يومان ومن المفترض أن تعود الحكومة إلى عدن، هل يعني المجلس الانتقالي على استعداد للالتزام بما أقر به وعدم مضايقة الحكومة مجددا؟ طبعا لن تعود كل الحكومة موجودة في اتفاق الرياض، حتى أعتقد أنكم لم تذكروا بنود الاتفاق. بنود الاتفاق تنص على عودة رئيس الوزراء فقط خلال أسبوع وتوزيع الاتفاق، وأعتقد أن الأمور تضيع اليوم لعودته، وسيعود حماية قوات الانتقالي التي سيتم إعادة تنظيمها والحاقها بقوات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. بالتالي الكل متحمس لإنجاح الاتفاق. الرئيس هادي يوم أمس أصدر أوامر لكل الوزارات بإعادة عملها بالعاصمة عدن. وزارة الخارجية أيضا أعلنت ساعات العمل من عدن اليوم. هناك القوات السعودية المشرفة على الملف الأمني تنظم القوات المسلحة داخل عدن لحماية الحكومة، رئيس الحكومة الذي سيعود، ومن ثم إعادة الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها لاحقا. يعني كل الأمور تسير في صالح إنجاح الاتفاق، من تصريحات الرئيس هادي وتوجيهاته وكذلك تصريحات قيادات الانتقالي والتزام قيادات الانتقالي بمخرجات الاتفاق الرياض، كذلك التزام السعودية برعاية الاتفاق. وأي طرف معارض أعتقدنا لن تسكت، لا السعودية ولا دول التحالف، إن هي في الأساس تريد هذا الاتفاق
لن ينجح، واعتقد ان السعوديه لن تغامر بسمعه اي طرف يحاول افشال هذا الاتفاق. بالتالي اليوم الانتقالي جاهز لاستقبال رئيس الوزراء وقواته الشعبيه، رئيس الوزراء موجود الاتفاق الذي سيعود من المحتمل خلال يومين الى عدن، وستعود الامور الى طبيعتها وستفتح كافه الوزارات، ومن ثم سيبدا تنفيذ النقاط اتفاق الرياض نقطه نقطه. عوده اللواء الاول حمايه رئيسيه لتامين قسم عشيق وتامين صفقات الرئيس هذه في حال العثور، بدا تنظيم الاجهزه الامنيه الحزام الامني والتعامل الاجتماعي بقوات وزاره الداخليه وكذلك عمليه العمالقه وانويه الصاعقه ضمن قوات الجيش، واعتقد الامور تسير في الاتجاه الصحيح، هو الاتجاه الذي من المفترض ان نسير عليه منذ وقت طويل لما فيه مصلحه المواطن ومصلحه ابناء عدن واليمن بشكل عام. نعم، اذا تكرم بالبقاء معي سيد ياسر. اعود لضيفنا سيد انيس منصور وارحب به. اسعد الله مساك سيد انيس. اهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. اهلا بك سيد انيس، يعني كنت معنا في حلقه سابقه واوضحت بانك لا تراهن على نجاح هذا الاتفاق الذي وقع في الرياض مؤخرا، هل ما زال رهانك يعني قائم حتى اللحظه؟ أخي العزيز، أنا ليس فقط رهان شخصي، وأنا صوتي أو موقفي لا يمكن أن يؤثر، لكن الموضوع هو أن هناك بشكل عام، هو أنا أعرف أن الأمر شخصي، ولكن من خلال المعطيات الواضحة والماثلة أمامنا، هل لهذا الاتفاق أن ينجح أم لا؟ أنا أعتقد أن الاتفاق من المستحيلات أن ينجح، وهناك عدد من المبررات أتمنى أن تعطيني مساحة من الوقت لكي أفردها. تفضل. أول شيء، الذي وقع الاتفاق الرياض عن المجلس الانتقالي الدكتور ناصر القبطي في حوار صحفي آخر قبل يومين يقول على أن الاتفاق مرحلي وأن الهدف هو استعادة الجنوب، بمعنى أن المجلس الانتقالي يمارس سياسة التكتيك السياسي داخل الشرعية للانقلاب على الشرعية باسم الشرعية وبصيغة شرعية ولصالح أجندة الإمارات العربية المتحدة وليس حتى لصالح هدف الجديد. هذا أولا. الأمر الآخر، عودة رئيس الوزراء وحيدا ماذا تعني؟ ألم يكن رئيس الوزراء إخوانيا غير مقبول، فاسد، شمالي، ما هو جنوبي؟ ألم يكن يعني اليوم تغيرت المعادلة والموازنة وتحول مرحب به؟ ماذا يعني؟ ثانيا، عودة رئيس الوزراء وحيدا ماذا ستعني؟ ماذا ستقدم إن لم يعني تعاد الحكومة بهذه الاشتراطات؟ هذه إهانة في حق الحكومة وفي حق الشرعية وفي حق التحالف، لا يريد أن يبنوا، مع أن الوزراء البقية سيأتون. عملية استثناء بعض الوزراء، الحملة الإعلامية من قبل الانتقالي ضد الميسري والجبواني وعدد من الوزراء تناقض اتفاق الرياض، بمعنى رئيس مدير مكتب رئيس الجمهورية يقول أنه حبر على ورق إن لم ينفذ. أمس التوجيه المعنوي للحزام الأمني يمارس عملية التحريض ضد الاتفاق وضد الشرعية ويتحدث عن موضوع الجنوب وكأنه يريد الموضوع بما فيه كله هو استعادة الجنوب. هذا هو الحاصل. أيضا المكونات الجنوبية الأخرى لا يمكن أن تقبل، وهذا قد تحدثنا فيه، وكنا يوم أمس أنا والأخ ياسر في الجزيرة وتحدثنا عن هذا الاتجاه، وقبل أمس أنا وأحمد عمر بن فريد في قناة الحرة وفي كثير من القنوات ونحن نتحدث معه أنه لا يمكن ولا يمثل الجنوب. الأمر الآخر يا أخي، عملية المحاصصة، هناك اليوم ضغط إماراتي سعودي لإزاحة الميسري والجبواني. نعم. أنتم تعرفوا قيمة الميسري وقيمة الجبواني لدى الشعب اليمني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بسبب واقفهم الوطنية. هذا أي مساس بهم بقرار أو بغير قرار أو بأي ضغط سيفجر ثورة، سيفجر سخط، فيعمل يعني ردود افعال ليست سهله. هناك ايضا الانتقالي لديهم صراع داخلي على موضوع المحاصصه، الكل يريد ان يكون وزيرا والكل يريد ان يكون محافظا، وهذا موضوع اخر، بمعنى انه
الاتفاق لن يكتب له النجاح. ثانيا، نحن لدينا تجربة سيئة خلال الفترات الماضية أن الاتفاقات لا تصل إلى نتيجة أبدا، لأنها اختارت مكون من عشرات المكونات وليس حلا يمنيا. راحت وأخذت جزئية بسيطة جدا في جنوب اليمن واعتبرته هو الحل لليمن، وهذه مرفوض. نعم، بالنسبة هنا يعني باختصار وهو تساؤل أخير، يعني بمسألة انسحاب الإمارات من اليمن، يعني يكاد هناك إجماع بأن الإمارات انسحبت، حتى في تصريحات من جوانب مرتبطة بالشرعية. هل يعني بوجهة نظرك أنت أو من خلال متابعتك ترى أن الإمارات فعلا انسحبت من اليمن؟ لن تنسحب إلا انسحابا شكليا إعلاميا ضمن سياسة تبادل الأدوار وتقاسم الجغرافيا، وتحدثت أنها باقية من أجل مكافحة الإرهاب، وهذا يؤكد على أنها لا تواجه الحوثي وإنما ستواجه الجماعات الإسلامية بما فيها الإصلاح اللي متواجد في الشرعية وهو الشرعية. بمعنى أن ثانيا الإمارات الآن في مواجهة، يعني الإمارات الآن لديها مشروع وضخت أموال ضخمة جدا، لا يمكن لها أن تترك اليمن لا من قريب ولا بعيد. رابعا أخي، إن لم تذهب الإمارات فقصت كثير من المشاريع والأجندة والوكلاء المتواجدين على الأرض، وبالتالي موضوع انسحاب الإمارات هذا فقط من باب الضغط من قبل إيران وضمن اتفاق وغيرها من الأشياء، هي عبارة عن تكتيك أيضا من ضمن، لكنها غير مقبولة ومرفوضة. ما زالت الإمارات متواجدة في كثير من المواقع والمعسكرات والمؤسسات، وما زالت فاعلة في هذا الاتجاه، ولا يمكن أن تنسحب. ماذا تعمل الإمارات في فترة؟ هل انسحبت؟ نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد أنيس منصور، وأعود لضيفي ياسر اليافعي. سيد ياسر، فيما يتعلق بعودة رئيس الوزراء فقط إلى العاصمة المؤقتة عدن، يعني ما الجدوى من عودة رئيس الوزراء بينما يعني حلحلة الوضع القائم وإعادة صرف المرتبات والكثير من القضايا والمشاكل التي لحقت بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية ما بعد الانقلاب؟ يعني كيف يفهم هذا الأمر؟ وأيضا المجلس الانتقالي كان له تصريحات كثيرة ومآخذ كثيرة على رئيس الوزراء، كيف يقبل أو يتم اليوم عودة رئيس الوزراء بمفرده يعني إصلاح الوضع القائم؟ طبعا المفروض كان يتم الاشاره بالمجلس الانتقالي انه قدم تنازلات من اجل حق الانتماء ومن اجل ان يشوف السلام، لكن للاسف بعض الاشخاص والمناقشين مبرمج على انه لابد ان يفشل اتفاق الرياض حتى يستمر الاسترزاق من الحرب وحتى يخدم بعض الاطراف التي هدفها تدمير اليمن شمالا وجنوبا. الانتقالي كان كبير وقدم تنازلات كبرى، حافظ على ثوابته وعلى دور شعب الجنوب في نفس الوقت، واعتقد ان هذا الامر يخدم الجميع. العالم كله يبحث عن حل سلمي في اليمن اساسا، كما ذكرت كل البيانات السابقه عن وزارات الخارجيه المتعدده ان اتفاق الرياض يعد نقطه اولى او خطوه اولى لايجاد سلام شامل في اليمن. بالتالي الناس كلها اليوم في اليمن مع ايجاد سلام شامل، والسلام الشامل كما تحدث حتى ما يسمى مخرجات الحوار وكلام الرئيس هادي لابد من حل ايجابي لقضيه الجنوبيه لتبني الاراده الشعبيه الجنوبيه وليس التمثيل عنه. قربنا التمثيل في زمن علي عبد الله صالح، في زمن مخرجات الحوار، في زمن ما بعد 2015 وفشل. لابد ان يكون هناك حامل سياسي حقيقي للقضيه الجنوبيه ويتم التفاوض معه ونوصل الى اي حلول. لكن ما هو الحل السياسي المقصود سيد ياسر؟ يعني لو أتينا للتركيز في حديث الذي أول تصريح الخبجي لوسيلة إعلامية خلال اليومين الماضية بأن خيار استعادة الدولة لا تراجع عنه، يعني أي خيار سياسي سيأتي لحل القضية الجنوبية؟ يعني أنتم اليوم شركاء في هذا الاتفاق، والتصريحات والحديث في جهات أخرى يأتي بسقف أعلى من هذا الاتفاق. طبعا التصريحات الدكتور ناصر الخبجي وغيره من قيادات الحزام الأمني وحتى من المناصب الإعلامية المسؤولين عن الانتخابية لا تمس جوار اتفاق الرياض. جوار اتفاق الرياض هو توحيد الجهود لقتال الحوثيين في هذه المرحلة وتأجيل الحل الشامل للقضية الجنوبية حتى مرحلة قادمة، سواء كان ذلك تأجيل الحوثي عسكريا أو جلوس جميع الأطراف على طاولة مفاوضات واحدة. اليوم نحن أمام هدف واحد، الحفاظ على عروبة اليمن. يا أخي أنا كنت أتمنى على قناة الغيث وبغي الإعلام اليمني كله أن يركز على التقريب الفكري والثقافي في صنعاء وما يحدث في صنعاء، يعني مثل ما شاهدنا الاحتفالات في المولد النبوي كل الأمور يتم تناولها في بلقيس، يعني لو لكن تابعها جيدا وسترى.
هناك تسليط الضوء في هذه المرحلة على الجنوب، الجنوب في الأخير لا يمكن أن يذهب بعيدا وحل قضية هو ليس عداء على الجنوب، يعني نحن نتعامل مع اليمن كيمن واحد موحد، ولكن نتساءل هنا هل اتفاق الرياض هناك نوايا حقيقية لإنجاح هذا الاتفاق، أم أنه يعني مجرد إضاعة للوقت، بينما ما يصرح وما يتم الحديث عنه بأن هناك أهداف لا يمكن التراجع عنها؟ يعني نود أن نفهم وأن يفهم المشاهد ما الذي يعني يتم التحضير له وما الذي يرتب حتى تكون بالصورة لكل المشاهد، سواء كان ذلك في داخلية أو خارجية بالصورة. أيضا الجنوبي لهم قضية من 2007، خرج الناس عشرات الآلاف المليونيات في كل الجنوب، قدموا تضحيات كبرى من أجل هدف واحد وهو استعادة دولتهم. هذا يؤدي إلى التوغل. كيف يتم استعادة طيب الدولة؟ وما علاقة اتفاق الرياض باستعادة الدولة؟ اتفاق الرياض هو مرحلة توعية الجهود للحفاظ على عروبة اليمن وقتال الحوثيين وتوحيد جبهة الحوثيين. مسألة استعادة الدولة، حق تقرير المصير، حق الانضباط، الفدرالية، المضمنة، كل هذا يبحث ما بعد اتفاق الرياض. هذا هو ما نص عليه اتفاق الرياض، وهذا أهم نقطة. اتفاق الرياض لم يلزم الفريق الجنوبي مفاوض بأي التزامات تمس القرار القضية الجنوبية، وعلى الإعلام اليمني مراقبة من قشم تتعامل مع هذا الواقع. لماذا تحرض الناس وتثير الناس على التغالي وانه يعني خالف الاتفاق، وانه هل الزمها بنفس الاتفاق بالايمان بالوحده اليمنيه وهل تعامل 99 او حتى مخرجات الحوار؟ لم يجدوا اطلاقا مخرجات الحوار واضحه ومتوجه الحوار واضحه، بالتالي دعونا اليوم نعمل جميعا بيد واحده ونتفق جميعا على العدو الاوحد الحوثيين. نعم. القضيه الجنوبيه سيتم بعدها على طاوله يمنيه واحده. فيما يتعلق بالعدو الاوحد لا خلاف في هذا الامر سيد ياسر، لكن سأعود إليك وسنناقش نقاط أخرى، ولكن تكرم بالبقاء معي. أرحب الآن بضيفي الدكتور عادل دشيلة، محلل سياسي، سينضم إلينا من اسطنبول. دكتور عادل مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم. أهلا بك دكتور. لعلك يعني استمعت لحديث ضيوفنا سواء أنيس منصور أو الصحفي ياسر اليافعي، هنا حديث مؤخرا للصحفي ياسر اليافعي بأن اتفاق الرياض هي مرحلة يعني تكتيكية بالنسبة للانتقالي، و يعني خيار الشعب الجنوبي كما يقول هو فيما يتعلق باستعادة الدولة هذا خيار لا تراجع عنه. يعني كيف تنظر أنت إلى اتفاق الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي الكريم، عندما يتحدث ضيفك من عدن بأن هناك قضية جنوبية ويتحدث باتفاق الرياض وأن اتفاق الرياض جاء لتقديم خدمات لميليشيات المجلس الانتقالي بتسليم المرتبات، هكذا يعتقد قادة المجلس الانتقالي أن هدف الحكومة القادمة أو أعمال الحكومة القادمة ينبغي أن يكون يعني لتوزيع المرتبات لهذه الميليشيات الانفصالية المتمردة التي أنشأها التحالف العربي. اتفاق الرياض واضح ويعني اكد على انه لابد من يعني الاعتماد على المرجعيات الثلاث، ثم جاء ناطق النائب او ما يسمى بناطق الدائره نائب رئيس الدائره الاعلاميه الانتقالي ويقول بان هذا مجرد هراء يعني كتب على اتفاق الرياض. نحن امام ميليشيات متمرده، ميليشيات انفصاليه تريد ان تلتهم الارض والانسان والحجر والشجر، ولديها مشروع استراتيجي واضح، ولذلك لا يعول على هذا الاتفاق ولا يعول على هذه الميليشيات ان تلتزم بما تعهدت عليه. اذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يقول بانه يريد امن واستقرار البلاد، فلماذا لا يحتكم الى دستور البلاد؟ لماذا لا يحتكم الى الشرعيه الدستوريه؟ هو يقول بانه يريد حكومه وهدف هذه الحكومه ان ترجع الى عدن تقديم خدمات، وفي المقابل لا يريد للوزاره السياديه ان تعود الى عدن. وايضا نطالب هذه الحكومه بان تعطي المرتبات لهذه الميليشيات، ولكنه لا يريد دمج هذه الميليشيات في اطار الجيش اليمني ووزاره الداخليه اليمنيه. اذا التحالف العربي نحن نعرف جيدا بان اللعبه خرجت من ايدي الاطراف اليمنيه. بالنسبه للحكومه اليمنيه الشرعيه عندما ارتهنت الاداره السعوديه اصبحت ضعيفه وليس بيدها القرار، وهي مجبره على ان تنفذ املاءات وشروط الرياض. بينما المجلس الانتقالي المتمرد هو عباره عن ميليشيا مسلحه متمرده يعني تستقبل الدعم المباشر من دوله الامارات العربيه المتحده ويحركها يعني قائد الاستخبارات الامارات، وبالتالي هذه الميليشيات لن تستطيع ان تحرك، لن تستطيع ان تفرض امر واقع، ولن تستطيع حتى ان تلتزم بمواعيد ما لم يكن هناك لديها. طيب دكتور يعني مع تهيئه المناخ مع تهيئه الظروف من قبل السعوديه ل يعني الوضع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، يعني هل الأرضية السياسية
السياسية والوضع في عدن مناسب وملائم لعودة الحكومة الشرعية؟ بالنسبة للوضع الأمني طبعا التحالف العربي هو مسيطر على الأرض عسكريا، وبالتالي إذا أراد التحالف العربي لهذه الحكومة بأن تنجح وأراد هذا الاتفاق أن ينجح فبكل تأكيد التحالف العربي يستطيع أن يفرض أمر واقع في محافظة عدن وأيضا في المناطق المحررة، لأنه بيد صناعة القرار وبيدها السلاح وبيدها الأرض وبيدها الأمن وبيدها المال وبيدها كل شيء. وبالنسبة لأطراف الصراع داخل الجمهورية اليمنية، أنا كما ذكرت لك تحول هؤلاء إلى أدوات مع الأسف الشديد لتنفيذ الإملاءات التي تملى عليهم أو الأجندات التي تملى عليهم. نحن هنا لا نفرق بين دولة شرعية ولا بين ميليشيات متمردة، الكل أصبح ينفذ أجندات إقليمية. إذا أراد التحالف العربي وهنا على وجه الخصوص الإمارات السعودية بأن يكون هناك أمن واستقرار في المناطق المحررة وأن تعود الحكومة اليمنية، فبكل تأكيد يستطيع فرض ذلك. اليوم يقول مجلس الانتقال بأنه لن يسمح لمجلس النواب أن يعود إلى عدن، لن يسمح للنائب رئيس الدولة أن يعود إلى عدن، لن يسمح للقيادة العسكرية والأمنية أن تعود إلى عدن. طيب لمن يسمح؟ يعني يسمح وزير خدمات يقدم لك كهرباء وماء على أساس أنه يفرض أمر واقع في المناطق الجنوبية؟ هذا كلام عاري، يعني هذا كلام من غير المقبول أن يقبل به إنسان عاقل. هؤلاء وقعوا على اتفاق، وهذا الاتفاق واضح المعالم وفي آلية تنفيذية مزمنة ويحافظ على مرجعيات البلاد الثلاث. إذا المجلس الانتقالي هو من خيارين، إما أن يقبل بهذا الاتفاق ويطبقه على أرض الواقع أو أن ينقلب على هذا الاتفاق، وبالتالي يدخل البلاد في حرب أهلية أو في حرب أخرى، وسيكون هو المتحامل أو هو المسؤول الأول ومن يقف خلفه. نعم، إذا أبقى معي دكتور. أذهب لضيفي الصحفي ياسر اليافعي. سيد ياسر، يعني يرى الكثير من المحللين والمتابعين للوضع بأن المجلس الانتقالي ينظر لهذا الاتفاق هو فقط من أجل عودة رئيس الوزراء وأيضا وزارة المالية في حل مشكلة المرتبات التي يعني تعتبر العائق الأكبر أمام الانتقالي في الفترة الحالية في المحافظات الجنوبية. أخي الكريم، أنا مستغرب العصبية هذا الكريم. الانتقالي أصبح أمر واقع، ساء من ساء وهذا من هذا. الانتقالي سيصبح حادث من فوق، ساء من ساء وهذا من هذا، وكل بيت يضيق العالم كله. المجلس الانتقالي غير عاد متغرب. المجلس الانتقالي وقع اتفاق بحضور رئيس هادي وحضور قيادة الدول اليمنية وكل دول العالم باركت هذا الاتفاق وذكرت الانتقالي الجنوبي من تراب إلى رئيس السيسي، والجميع أيد هذا الاتفاق. لا، ما يعجبه الاتفاق يأتي إلى عدن ويقاسم الجنوبيين ويعرف يعني ما سيقول له. يا أخي الكريم، نحن في الجنوب لا يهمنا لا الإمارات ولا السعودية ولا دول التحالف ولا أي حد. نحن لدينا قضية قدمنا من أجلها آلاف الشهداء في 2007. الإمارات والسعودية استعانوا بأبناء الجنوب للدفاع عن مصالحهم المتمثلة بباب المندب والحدود المنسدة من باب المندب وحتى المعرف. ونحن استفدنا بالقضاء على الحوثيين وقتال الحوثيين وطرد القوات الشماليه من الجنوب وتبادل المصالح. لا يمكن ان يتم عوده القوات الشماليه الى عدن مره اخرى، هذا حلم وانتهى، لا يمكن ان يتكرر ما دام نحن عايشين على هذا الارض. اليوم امامنا اتفاق مرحلي لتوحيد السلطه في القضاء على الميليشيات التي تجرف الثقافه والتي تجرف الاخلاق الاجتماعيه والتي طردت طيبك التي تتحدث بعصبيه، كنت اتمنى ان يتحدث بعض العصبيه عن الحوثي، لكنهم للاسف يعني حتى كرامه سحبت منهم ورجعت منهم. يا اخي الكريم، اليوم الاتفاق واضح، الحوثيين اليوم حصلوا فضل تضحياتهم وفضل تضحيات الشهداء على اعتراف دولي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، واصبح امر واضح، وعليكم ان تتعاملوا مع امر هذا مع الامر الواقع. نعم، لكن سيد ياسر، هنا تساؤل اخير، هل تعتقد ان الاطراف يعني لديها نوايا حقيقيه لتنفيذ هذا الاتفاق وبالفتره الزمنيه المحدده؟ نعم، نحن في الانتقال لدينا النوايا الكامله لتنفيذ كل بنود الاتفاق دون تراجع. كيف تنظر الى الطرف الاخر برايك؟ كيف تنظر الى الطرف الاخر برايك من حيث النوايا ومن حيث الالتزام بالفتره الزمنيه؟ اعتقد ان الرئيس هادي كان واضح وصريح، ما دام واعطيك امر مهم جدا، ما دام وجود التحالف العربي، المملكه العربيه السعوديه في قلب عدن وداخل عدن، ستجبر الجميع على قبول مخرجات الاتفاق. واعتقد ان المرحله القادمه ايضا ستشهد انفراجة كبيرة في الخدمات، في إعادة توحيد الأجهزة الأمنية، إعادة تنظيمها. يا أخي، ما يجب على الأخوة المثقفين من الشمال أن يعوا الجنوبيين لديهم قضية، وأنه لا يمكن أن يتم تجاهل هذه القضية إطلاقا. اليوم نحن وضعنا اليمنيين كلهم شمالا وجنوبا، وضعوا رجلهم في الطريق الصحيح. هل القضية الجنوبية بما يؤدي إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي بين الشمال والجنوب، على وشاج القربة، على المصالح بين الشعبين، يعني
اليوم هل سمعت منذ سيطرة الانتقالي على عدن 3 شهور تم الاعتداء على شمالي واحد داخل عدن؟ هل سمعت عن انفجار مفخخة؟ هل سمعت عن عمل يعني إرهابي؟ لا يوجد إنسان يعني لا يوجد إنسان يعني لديه عقل أو يعني القليل من المنطق أن ينكر القضية الجنوبية، ولكن هناك يعني قنوات لحل هذه القضية و يعني إعادة الوضع وإنهاء المظلوميات، لكن أن يتم الفصل ما بين يعني فكرة أنه هناك ما تتحدث الآن شعب جنوبي وشعب شمالي وهذه القصص، هنا نوع من المبالغة سيد ياسر. الروابط كثيرة والموضوع لن يعني يكفينا للحديث عن هذا الأمر. ذكرت نقطة معينة هي إيجاد قنوات. نحن اليوم وصلنا إلى إيجاد القناة الحقيقية لحل القضية الجنوبية، سواء كان ذلك بترامي ومدمة. جميل، ونتمنى نحن نأمل الحل العادل وأن يكون هذا الاتفاق يعني فاتحة خير لحل القضية الجنوبية وإعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك سيد ياسر اليافعي الصحفي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وأعود هنا بتساؤل للدكتور عادل دشيلة، يعني دكتور هل نستطيع القول أن السعودية يعني عملت على تسوية الأرضية السياسية في الجنوب، أم أن ما يحدث هو يعني مجرد تأجيل لإعلان الانفصال؟ طبعا الحكومة السعودية لديها أجندات، ونحن لا ننسى بأنه كان هناك في الأيام القليلة الماضية حوار مباشر بين وفد من جماعة الحوثي الذي زار الرياض مؤخرا، وبالتالي حتى كان الوفد متواجد خلال يعني توقيع هذا الاتفاق، أي الوفد الحوثي. وبالتالي المملكة العربية السعودية تريد الخروج من داخل الأراضي اليمنية بوجه مشرف، وتريد أيضا الانسحاب، ولكنها حتى اللحظة لا يعني لم تستطع أن تصل إلى اتفاق سياسي. هي الآن تقول بأنه هذا الاتفاق إذا طبق وتم في المناطق المحررة معنى ذلك أنه سيكون هناك في المستقبل حوار سياسي مع جماعة الحوثي وبين الحكومة اليمنية وأيضا الأطراف الجنوبية الأخرى، لكن لا نعرف يعني هل ستنجح هذه الاستراتيجية السعودية. من خلال الواقع على الأرض الأحداث تشير إلى أن السعودية المملكة العربية السعودية فشلت فشلا ذريعا في حتى المجالات السياسية والعسكرية وما إلى ذلك، ولنا تجارب كثيرة مع المملكة العربية السعودية، ولكن كما ذكرت أن نأمل أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لحل حالة المشاكل وأن يكون هناك حل سياسي يعني في إطار الدولة اليمنية الاتحادية، وهو ما يأمله كل يمني، وسيكون في نهاية المطاف، ولكن بعد أن يدفع اليمنيون الثمن باهظا وقد دفعوا حتى اللحظة. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل دشيلة محلل سياسي، كنت معنا من مدينة اسطنبول. و نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.